عربية مستعملة تمنها حوالي 300,000 جنيه، ايه اللي يخلي صاحبها يعرضها للبيع ويعمل لها اعلان صفحة اولى على جورنال الاهرام ويدفع تقريبا نص تمنها في الاعلان؟ حاجة غريبة ومحدش فاهم القصة فيها ايه لحد دلوقتي. الموضوع بدأ لما انتشرت صورة على السوشيال ميديا بصورة الصفحة الأولى لجريدة الأهرام. عادة الصفحة دي بيكون فيها إعلانات حكومية أو شركات كبيرة جدا عندهم القدرة المادية اللي تخليهم يعلنوا عن نفسهم في الصفحة الأولى في الأهرام، أو أراضي كبيرة تقدر بملايين، أو شقق على النيل بنفس الملايين، وقصة كبيرة جدا. لكن عربية مستعملة سعرها ما يعديش 300,000 تكون صفحة أولى؟ ده اللي عمل جدل وسخرية كبيرة على كل منصات السوشيال ميديا. فكرة الإعلان نفسها مش هي بس الحاجة الوحيدة الملفتة في القصة، المواصفات المكتوبة جوه الإعلان غريبة ومش طبيعية، زي مثلا إنه مكتوب ستبن جديد لم ولن يستعمل. طب هو صاحب العربية عارف منين إن الاستبن لم يستعمل؟ لم يستعمل فهمناها إنه جديد، لكن لن دي جت منين؟ افرض حصلت ظروف واللي اشتراها اضطر إنه يستعمله، كده يبقى اتنصب عليه في العربية ومن حقه يرجعها. ولما يرجعها يقول لصاحب العربية الاستبن كان مأكد لي إنه لن يستعمل. كل دي سخرية وكلام اتقال من رواد التواصل الاجتماعي، وعلشان احنا شعب ابن نكتة وبنحب الهزار، القصة طلعت ترند في وقت قياسي بمجرد انتشار صورة الإعلان. مجموعة تانية من الناس بعد ما شافوا الإعلان خيالهم راح بعيد، وبدأوا يشغلوا نظرية المؤامرة ويقولوا ده مش مجرد إعلان عربي، الإعلان ده فيه إيه؟ لأن مش طبيعي ده يحصل ولا منطقي. وبدأت الناس تفسر الإعلان سطر سطر وكلمة كلمة، وكان الإيميل اللي حاطه صاحب العربية غريب، ولما الناس دورت وراه لقوا إنه عبارة عن عنوان تجربة اجتماعية عملها عالم سلوكيات أمريكي سنة 1972. التجربة دي كانت مرتبطة بالزيادة السكانية وعلاقتها بالانهيار المجتمعي، واتعملت التجربة على مجموعة من الفئران اللي عاشوا في زحمة شديدة مع بعضهم، والنتيجة إن الفئران دي ظهر عليهم أعراض الضغط النفسي والسلوك العدائي، وبقوا تقريبا عايزين يموتوا بعض. بعد الجدل ده كله اتواصلنا مع مدير الاعلانات في مؤسسة الاهرام وسألناه عن القصة دي كلها، حتى قال ان صاحب الاعلان شخص مصري طلب انه يعلن عن عربيته في الجورنال، والعربية بمواصفاتها تكون صفحة اولى، ومشي في الاجراءات والخطوات بشكل طبيعي جدا وسدد ثمن الاعلان، وهو اللي حط الايميل في الاعلان ورفض يكون فيه رقم للتواصل معاه.